السلام عليكم طلاب الصف الثالث، عندنا موضوع جدا مهم اللي هو ماتش، التوصيل أو الربط. طبعا هذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا ويجي بالامتحان الوزاري بالسؤال الثالث فرع بي. السؤال الثالث فرع بي يجي توصيل، يجيب لك مجموعة أي، كلمات مجموعة أي وكلمات مجموعة بي، 6 كلمات بمجموعة أي وست كلمات بمجموعة بي، الجواب على 5 كلمات، طبعا الإجابة على 5، نربط كل كلمة بالكلمة المناسبة لها. فهذا الموضوع جدا مهم يجينا بالامتحان الوزاري بالسؤال الثالث فرع بي، ماتش التوصيل. عندي هنا help، مجموعة أفعال help يساعد، put يضع، repair يصلح، run يركض، بس هي راح تجيني بمعنى يدير، run يدير، save ينقذ ينجي، take يأخذ، take care of، take care of يعتني بي. نيجي هنا help ترتبط لي بكلمة customers، help customers يساعد الزبائن، help customers، help customers يساعد الزبائن. put out fires، put out fires يخمد الحريق أو يطفئ الحريق، put out fires. repair cars، repair cars يصلح السيارات، يصلح السيارات. run a business، run a business يدير عمل. save lives، save lives ينقذ الأرواح، ينقذ الأرواح، save lives. take orders for food، take orders for food يأخذ أوامر للطعام، أو يأخذ طلبات للطعام، أو يأخذ أوامر للطعام. take care of، take care of يعتني ب sick people، sick people الناس المرضى. فالتوصيل جدا مهم. كلمة help ترتبط لي customers، help customers. put out fires، put out fires يخمد النار ويطفئ النار. repair cars، repair cars يصلح سيارات. run a business، run a business يدير عمل. save lives، save lives ينقذ أو ينجي الأرواح، ينجي. take orders for food، take orders for food يأخذ أوامر للطعام. take care of، take care of sick people، sick people يعتني بالناس المرضى. راح يجيك طريقة سؤال، هو يجيب السؤال الثالث فرع بي، match the verbs، أوصل الأفعال الليست أي في قائمة أي with the suitable endings in list B، اربط الأفعال في قائمة أي مع النهايات الواقعة أو الكلمات الواقعة في قائمة B. نجي list A و list B، list A القائمة أي نشوف الكلمات help، put، run، repair، save، take. قائمة B list B نشوف الكلمات out fires، customers، cars، a business، order for food، lives. help ترتبط لي بكلمة customers، نكتب أولا B، أولا B تريد تنقل الكلمة تكتب help ومقابلها customers، أو تكتب أولا والحرف طابق يا حرف، أولا B. put ثانيا، put طابق لي أو ترتبط لي بكلمة out fires، put out fires ثانيا A، ثانيا A. ثالثا run a business، run a business يدير عمل، ثالثا دي، ثالثا دي. repair، repair cars، repair cars يصلح السيارات، رابعا سي، رابعا سي. خامسا save، save lives، خامسا اف، خامسا اف save lives ينقذ الأرواح. وسادسا take e order for food، take order for food يأخذ أوامر للطعام. فهذا الموضوع التوصيل جدا مهم، يجي بالامتحان الوزاري ثابت بالسؤال الثالث فرع بي، ماتش توصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.